غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر تغير المناخ كوب 28. ولدى وصول سيادته مدينة دبي كان في استقبال سيادته الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. هذا وعقب وصول سيادته مدينة دبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته السيدة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي.